وأحدثكم عن أمر فعلته وأرى فيه خيرا، لأن الدين النصيحة والمقام مقام تعليم، وهؤلاء إخوان لنا، يحبون الخير، يحبون الطاعة، يشاركوننا، بل يفضلون كثير منا في الصلوات والعبادة، ولكن مبتلى بهذا العمل. فمثل هؤلاء ينبغي على الإنسان أن يرفق ويلطف بهم. يعني أذكر صلى مرة بجنبي أحد الأشخاص كبار السن في هذه البقعة التي نحن فيها، وكانت رائحة الدخان معها مؤذية جدا، هو بجنبي، مؤذية جدا يعني شديدة، وتعبت منها في الصلاة. فوالله كنت في سجودي أدعو له، لأني أعرف أنه مبتلى ما يريد هذا الشيء. ثم لما سلمت عليه قلت والله في كل سجدة كنت أدعو لك أن الله يعافيك، هذه تكفيه في تفقد ماذا؟ نفسي. لو التفت عليه شخص وقالت آذيتنا أنت ودخانك ونهره زجرا، ما قدم له شيء ولا نفعه بشيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. أيضا أحدثكم ولا أجد حرجا في ذلك، مثل هذا مرة كان بجنبي وأيضا تعبت منه، وقلت له مثل الكلام وفعلت مثل هذا، وكان معي طيب من أحسن الطيب الذي كان معي أهديته له، قلت هذا يكون إن شاء الله عوض لك عن، ويقبلون وتعينه أنت على نفسك، لا تعين الشيطان على أخيك، وإنما أعنه على نفسك بدعائك، برفقك، بمحبتك، بلطفك، بإحسانك، بالكلمة الطيبة، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل من كلام أو كلمة أو دعوة تقولها لأخيك رفعا لهذا البلاء الذي هو مبتلى فيه. وأنا أقول بمناسبة هذا الحديث إن هذه النار عدو لكم، أن أدعو من كان من الحاضرين أو من الغائبين مبتلى بهذا الدخان أن يرفع الله عن هذا البلاء، وأن يوفقه للتوبة منه والسلامة منه، ونسأل الله لنا أجمعين العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. قصة ثالثة في هذا الباب، أمس القريب أنا ما كنت في المدينة، وركبت مع سائق تاكسي من المطار إلى مكان أريد أن أذهب إليه، ولما ركبت السيارة وإذا ما تحتمل من رائحة الدخان، وأنا من الناس الذي تتعبه جدا هذه الرائحة، فقلت له ولاطفت قلت له أريد أستأذنك أن أبقى أن أفتح، وكان الجو بارد، قلت أستأذنك بس أنا أفتح النافذة وتبقى مفتوحة. قال لي تفضل. قلت والله أنا تعبتني رائحة الدخان في، قال هكذا وهو يقود، قال ادعوا لي. كثير منهم هذه حاله والله، قال ادعوا لي يا شيخ، ادعوا لي ان الله، فانا ادعو له ولكل مبتلى ان الله عز وجل يرفع عنهم هذا البلاء بمنه وكرمه.